ماما راني جيت. مرحبا بك ولدي حسام، على سلامتك. قول لي كي داز نهارك في المدرسه اليوم؟ خايبه ماما، لحقاش البروف ديالنا اليوم عطانا النتائج وما جبتش مزيان. سمحي لي يا ماما، والله في الدورة الثانية غادي نجيب حسن. ماشي مشكلة ولدي حسام، شحال جبتي بعدا؟ جبت 17 ماما، كنت بغيت نجيب 19.5، ساعة تكاسلت. سمحي لي ما خدمتش مزيان، والله إلا في الدورة الثانية أنا مأكد غادي نخدم كاع داكشي اللي كنت ناقص فيه. صافي ولدي ما يبقاش فيك الحال، أنا مأكدة في الدورة الثانية غادي تجيب حسن. ماما صافي كنوعدك، انا دابا غادي نمشي نشوف كاع هذاك الشيء اللي ما جبتش فيه مزيان وغادي نخدمه باش نعوض في الدور الثاني. واخا ولدي حسام وتكايس على راسك. اش انت اش كدير تما؟ ما تندير والو، غادي نجمع حوايجي نمشي الحمام. شتك كتجمع حوايجك في باليزه؟ واش اللي كيمشي الحمام كدي معاه باليزه؟ ولا الوالد ما كاين لا حمام لا والو، وفين غادي؟ وما عندي ما نخبي عليك الوالد. بقيتيني كنفكر واش نجمع حوايجي ونتعشى عاد نمشي، ولا جمعوا لي عشايا ونجمع حوايجي ونمشي. اش بالك؟ وانا لا سعفتوني الوالد، خليني نبات عندكم هاد الليله، غدا الصباح نجمع حوايجي ونمشي. تما الموك اش كتقول؟ بغيتي تعرف الوالد شحال جبتي؟ قولي انت جبتي النتيجه ومزبلها مسخوط، قولي شحال جبتي؟ تعرف شويه الوالد تقلص تخلع فينا، مالي شدرت. المهم انا غادي نعاودها ليك بحال اللي كنتي معانا، يلا طلقنا خلاص. واسمعني الوالد مزيان، دابا انا فاش حليت النتيجه لقيت فيها 11.5، قلنا ماشي مشكل 11.5 الوالد مزيانة ولا ماشي مزيانة؟ مزيانة ولدي، وخليني نكمل وحل معايا عقلك مزياج لو غادي نقول. دابا انا مع وصلت الحومة وقف عليا واحد السيد فحال وجهك، قال لي شحال جبتي يا ولدي؟ اياه زيد. انا مع جيت الوالد نجبد النتيجة نتأكد نشوف واش بصح جبت 11.5، لحقاش انا ما مولفاش ليا نجيب 11.5. مهم جبت حليت النتيجة جلق هذيك 11.5 بحال اللي ما كانتش. شو سبحان الله، داك السيد اللي واقف عليا قال لي خشي يدك في جيبك. بلاتي طلبت سليم الوالد، طلبت سليم. واخا سليم خشيت يدي في جيبها الوالد، شنو تنجبد؟ تنجبد حجاب، حجاب في داك الشيء كحل فلتتو لحتو. داك السيد الوالد اللي كان واقف عليا وخاش، طلبت سليم الوالد، طلبت سليم. سليم كمل. جيت نعاود نشوف النتيجة، شو سبحان الله الوالد ديك 11.5 مسخت ولا 9.5 الوالد. طلبت سليم، طلبت سليم. سليم واش جبتي 9.5 المسخوط؟ سكت الوالد راه كيشوفونا. مهم خليني نكمل لك، انا جيت بغيت نعاود نتأكد واش بصح جبت 9.5. لحقاش ديك 9.5 كانت كتبان ليا كتشبه 8 وغادي 3 وجاي الواحد. ما كنخشي يدي في جيبي الثاني الوالد، شنو كنجبد؟ قول انت شنو كنجبد؟ واش حجاب عاوتاني؟ معلم الوالد شد يدك الحجاب، قريت عليه 60 حيط. وانت حافظ 60 حيط بعدا؟ انت الحمد وما حافظهاش القاده. سكت الوالد، قول سبحان الله راه كيشوفونا. شكون قال لك انت انا محافظ 60 حزب؟ مهم خليني نكمل لك، داك الحجاب بديت كنقرا عليه. قول انت شنو وقع الوالد؟ شنو وقع؟ ديك النتيجه الوالد بدات كتلعب، بدات كديرها شو سبحان الله اش كديرها. وديك 9.5 اللي قلت لك غادا 8 وكتشبه 3 ولات 2 الوالد. شنو؟ ولي 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 انا مسخوط. دخلت عليك بالله الوالد، ما تقاسني ما والو، طلبت سليم هاك هالنتيجة. اطلق لهنا اجي، هادي ماشي جوج، هنا حاطين لك واحد. شنو ولات واحد؟ شوف سبحان الله شي شنو كنت كنقول لك الوالد راه حاضينا. بلاتي بلاتي عندي شي حاجه في جيبي الوالد. تسليم تسليم
ولي 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 حجاب خوال الوليد. شي قلت لك الوليد انا بالضبط متبوع الوليد، وهاد القرايه اللي غادي تبعوني عليها ما عندي ما ندير بها الوليد. ها والله ما بقاش في الدنيا.